اي في سي تي وراديو نيوكليات. الام ار اي شويه ليميتد مثل ما قلت لكم زين، الا سلكتد بيشنت زين اللي هم تعجز بالاذر موداليتيز. الالترا ساوند والسي تي والام ار اي يختصون بالاناتوميكال انفورميشن. هسه الراديو نيوكليات ينطي فانكشنال انفورميشن، بينما الاي في يو ينطينا فانكشنال اند اناتوميكال. إذا تتذكرون الـ IVU قلنا excellent in what؟ الـ IVU كان excellent in what؟ زين شنو الشيء اللي هو الـ IVU هو أكثر شيء ممكن إنه نستفاد من عنده بي؟ Obstruction؟ شلون؟ For a stone؟ Stone؟ لا بازايكو يوريترال ريفلكس. يعني شنو هو البازايكو يوريترال ريفلكس؟ جزء من منين؟ من الكونجنتال انوماليز. قلنا اكثر واحد يبين لنا اياهم هو الاي في يو. زين اوكي تذكرون؟ ما مشكله حتى لو ما تذكرون حترجعون حتقولون انتم تلقون نفسكم انتم مثبتين هاي النقطه. اتس اوكي. بالنسبه للالترا ساوند شرحت لكم على الالترا ساوند وشنو يبين لنا يعني كلها كلش يعني شرح راح يكون كلش يعني اذا نعيدكم ساعه عن حظ وجون زين لان انا شرحت هذا كله بالعملي زين. الالترا ساوند شو طلع لنا الاناتومي طلع لنا الكورتكس المدلة طلع لنا اذا عندنا مثلا ستون عندنا تيومر التيومر هو نفسه طلع لنا هو سيستيك او سوليد زين كومبلكس زين. بعد غير الكدني بعد الاذر الاذر بارت مال اليورينري تراكت اليورينري بلادر البروستيت وايضا عندنا ترانس ريكتال الترا ساوند. زين هاي صور مختلفه الالترا ساوند ديفرنت باثولوجيز. هذه هايدرون فروسس وهذه ستون. هذه صوره كدني واكو هنا اكو تيومر اللي هو هذا بناين هذا انجيومايولايبوما. عندنا هنا على اللور بول مالت الكدني اكو كومبلكس ليجن اكو سوليد ليجن هذا مال رينال سيل كارسينوما. هذا شنو هو؟ سمبل رينال سيست وهذا عافيه كومبلكس رينال سيست. زين بعد قلنا اكو شغلتين مهمات بالالترا ساوند اللي هن يخصن الفيزيكس مالته اللي هم الاكوستيك شادو والاكوستيك انهانسمنت. قلنا من مميزات السمبل سيست انه وراء دائما اكوستيك انهانسمنت. ليش؟ لانه كل الساوند ويف باس ثرو ذا سيست اند يعني تخترق السيست وتعبر لي وراء فهذا يسمونه اكوستيك انهانسمنت يعني يصير شادو ابيض وراء. بينما السوليد ليجنز لا تصطدم بها الساوند ويف وتسوي وراها شادو فهذا هو الاكوستيك شادو. الهايدرون فروسس هم حكينا عليه وقلت لكم شنو معنى الهايدرون فروسس واخذنا الجريد مالته كلها محاضره العمل. بعد اليورينري بلادر واليوريتر ايضا جزء من اليوريتر يطلع بالالترا ساوند طبعا مو جزء الميد جزء من الابر وجزء من اللور لان الميد از اوفرلايد باي غازيوس شادو. زين بس اليورينري بلادر از اكسلنتلي ديتكتد باي الترا ساوند. زين يعني اليو بي اند اتس باثولوجيز سواء كانت ستون سواء كانت تيومر. اجينا على الاي في يو. الاي في يو المين كرنت انديكيشن قلنا البلفي كاليسيال سيستم واليوريتر اسسمنت سسبكتد اكيوت يوريتر كوليك انفستيجيشن اوف هيماتشوريا كونتراست اكسكريشن ايضا فانكشن. تذكرون قلت لكم انه البيشنت اللي احنا اريد يسوي له ايفالويشن هل هذه الرينال از فانكشنينج او لا. زين الكدني هاي فانكشنينج لو لا مثلا يريد يسوي سيرجري يريد يشيل مثلا الليفت كدني او انه السيرجن وونت تو سبير ات يريد يحتفظ بها فيدز اي في يو سابقا بس ات از ريبليسد باي سي تي سي تي سي تي وذ كونتراست. زين بس قبل او بعد ستيل ان سم سنترز ينطون كونتراست ويشوفون الاكسكريشن مالته هذه هل هاي الكدني كونسنتريت اند اكسكريت كونتراست؟ if it is معناته still functioning. وزين وبناء على الريزلت بناء على الريزلت
راح يعني يكون المانجمنت يتغير. البروسيجر هم حكيت لكم عليه وشنو ننطي كونتراست ميديا ايودينيتد ونون ايودينيتد يعني ايونيك ونون ايونيك كونتراست ميديا شرحت لكم عليها وشلون يصير كونتراست انديوس نفروغرافي زين وقلنا شلون البيشنت هم شرحت لكم شلون البيشنت يسوي له بريبريشن زين قبل الاستاتي هذه كلها شرحت لكم عليها ناخذ شنو ناخذ فيلم شنو الفيلم اللي ناخذه قبل الاي في يو بلين اكس راي بلين اللي هو شنو اسمه برينا كيوبي كيوبي عفوا كيوبي بالضبط زين السيتي همات السيتي حكينا عليه وش قد انه الى رول يعني ريبليسنج زين الاذر موداليتيز ان سام اسبيكتس زين الكاركترايزيشن اوف رينال ماسز رينال فاسكولار اناتومي اذا سوينا السي تي اي اكسلنت بالرينال تروما وقلت لكم انه السي تي هو يعني سوبيريور ان تروما ليش سوبيريور ان تروما لانه هو مو بس ايفالويت الاورجن نفسيته وانما ايفالويت الاذر اسبيكتس ريليتد للتروما الاذر اسبيكتس ريليتد للتروما to demonstrate بعد radiolucent lesion الستونز وقلنا كل الستونز detected by CT ما عدا منية انتم حاضرين العملي انتم ايش قلت 44 انتم 44 طالب الحبابين الحلوين حاضرين محاضرة العملي ما ترينا لولا فلاندو فيرستون شلون؟ لاندوفيرستون بس على على صوتكم لاندوفير لاندوفيرستون اي صح لا هذا غير السؤال عشيدك بس دا اسال انت في ال 44 اللي حاضرين هسه اللي ما اعرف انتم 44 ريال ولا اوكي حاضرين محاضره العملي حاضرين دكتور حاضرين؟ حاضرين دكتور تتذكرون هذا الشرح كله شرحته انا لولا يعني هسه شوي نتذكر منه ممكن شويه ليش؟ لأن صار هواي يعني إحنا ماخذين قبل الفصل الأول يعني قبل رمضان أي شيء بعيد قبل رمضان ماخذين كورس أول إحنا ها أنتوا الكورس الأول أنتوا الحضوري؟ إي كنا حضوري ما الله أنتوا خو أنتوا ما لكم عذر زين لأنه يعني فيس تو فيس وشرحت لكم وأنتوا اللي أخذتكم من شو اسمه من قاعة القاعة لا دكتور احنا اول جروب اخذتين انتوا اول جروب ماشي ما مشكله يعني عندكم هنت قصدي انه انتوا هسه لما ترجعوا للنوتات مالتكم حتلقون انه كل هاي الاشياء انا قايلتها كل هاي الاشياء قايلتها ان ديتيلز زين اوكي ان سم سنترز اكو هذا الاكيوتي يوريتر كوليك اذا تذكرون لما اخر المحاضره كان اكو سيناريوز تذكرون اخر محاضره الرينال سويت لكم سيناريو كل بيشنت شلون يجي وش يسوي له وقلت لكم انه اكو سنترز يجي البيشنت يونج بيشنت احنا سسبكت عنده سيفير رينال كوليك احنا سسبكت عندنا اباوت يعني كلش هاي سسبشن انه هذه تكون هي ستون فش نسوي هذا البيشنت يدخل قبل بدون تحضير بدون صبغه ياخذ سي تي من اول الابر رينال بول الأبر كيدني بول إلى حد اليوريناري بلادر هذا سميناه سي تي يو وقلت لكم لازم يعطيكم المشغل يعطيكم الصورتين ذني اللي هم الكورونا ريفورمات زين أوكي رجعت عليكم الذاكرة أي دكتور فهذا in some centers بعض السناتر ما ياخذ الطريق اللي هو أول شيء بلين وبعدين ألترا ساوند وبعدين سي تي لا انه قبل انه البيشنت احنا متوقعين ستون بدون تاخير اللي هو تايم كوست بنفيت زين احنا نوفر الوقت زين قبل وي ران ذا بيشنت تو ذا سي تي وياخذ سي تي زين لان هو السي تي اكسلنت ان ديتكشن نيرلي اول ستونز هاي الصوره هذه صوره نيتيف سي تي وهذه اكسكريتوري فيز وهذه الكدني ورويتكم صورة أكزيالز وكورونا شرحنا وين الأورجان وين الكدنيات وين الأيورتا
كل هذه محاضرة العملي. هذه سي تي كوروناري فورمات، هذه ستون موجودة بالليفت يوريتر انزين، وهذه سي تي ايضا كوروناري فورمات، هذه الرايت كدني والليفت كدني اتروفي اتروفيك اند سمول. تذكرون هاي الصورة؟ هذه زين، هذه سي تي كورون اكزيال، هذه شنو هذه؟ هورس شو كدني، وهذه وومز تيومر، وهذا سمبل سيست، وهنا اكو اللارج لينف نود كومبريسنج الاي في سي، هذا الاي في سي وهذا اللارج لينف نود، والكدنيز بايلاترالي از ريبليس باي سمول سيست. هذا سي تي انجيو، قلت لكم انه سي تي يوفر لنا a lot of options، من ضمنها انه هو يرسم لنا الفيزلز. زين الام ار اي ينطي anatomical information، generally نستخدمه بالcircumstances اللي هي السي تي يكون كونترا انديكيتد او ليميتد. زين اشهرها هو الرينال artery stenosis. زين هسه الكالسيفيكيشن از نوت فيزبل وذ ام ار اي، كالسيفيكيشن مو كلش يعني راح يكون فيزبل او مو فيزبل بالطريقه اللي نشوفها بالسي تي، فبالتالي عندنا هاي الديس ادفانتج بالام ار اي. الكونتراست المستخدم بالام ار اي هو الاي في جادولينيوم مثل ما تعرفونه. الراديو نيوكليايد، الراديو نيوكليايد عرفوا كلمتين عنه، انا ما جبت لكم الى طارب العملي لانه ما نشتغله هنا زين، بس عرفوا لكم كلمتين عنه اللي هو الرينوغرام ميجر ذا رينال فانكشن، والدمس سكان اللي هو ميجر ذا رينال مورفولوجي. المين انديكيشن الرينوغرام هو ريلاتيف رينال فانكشن ان ايتش كيدنيز، لما نقيس الرينال فانكشن بعد اليورينري تراكت ابستراكشن خاصه اذا بي وجي ابستراكشن، انفستيجيشن للرينال ترانسبلانت، فهو فانكشنال ايشوز. اكو سبيشال تكنيك اللي هي يعني غير الموداليتيز اللي متعودين عليها اللي هي مثل ايش؟ مثل الريتروجريد بايولوجرافي والانتيجريد بايولوجرافي. تعرفون شنو الفرق ما بين الريتروجريد والانتيجريد؟ الريتروجريد ثرو ذا نورمال باث واي زين، والانتيجريد لا اللي هو نجي نسوي بنكتشرنج دايركت اجينست النورمال باث واي. Avoiding cystourethrogram كلش هواي شرحت لكم بالعملي ان شلون احنا نسويه وشنو الفائده من عنده، وقلت لكم انه البيشنت اللي نسوي له اي في ولما توصل الصبغه للبلادر قبل لا ينزل البيشنت من التيبل وي اسك هيم تو مكتشوريت اند وي اوبزرف الريتروجريد، اذا اكو ريتروجريد فلو لليورين لان اليورين مفترض انه يكون هو one pathway one way flow to out. زين ماكو يورين باك يعني flow back to the ureter، وقلت لكم انه اكو لا انه بال الـ الـ لما ترجع لما يرجع الفلو مات اليورين from bladder to the ureter هذا معناته ايش عندنا؟ عندنا فيزاكو يوريتريك ريفلكس، وهم بي جريد مايلد مودريت زين سيفير، او يقسمونه انتو نون دايليتد يورت انتو اللور يورتر انتو الهول يورتر مايلدلي دايليتد مودريت او سيفير. اعطيتكم هم راويتكم التقسيمات مالته محاضره العملي. وبعد قلنا شنو قلنا بالمكشوريتنج سيستو يوريثروغرام بعد ايش نستفاد؟ اليوريثرا اذا كان بها انجري، اذا كان بها ستركتشر، اذا كان بها الاناتومي هي نفسيتها مالته. هذه كلها معطيتكم اياها اني بالعمل. زين الانجيوغرافي ممكن نسوي conventional انجيوغرافي وممكن نسوي عن طريق بالسي تي والام ار. قلت لكم انه السي الام ار ممكن حتى بدون صبغه ممكن يرسم لنا الفيزلز
الأمار ممكن حتى بدون الصبغة ممكن نرسم لنا البزلز. وبالتالي الأشخاص اللي هم ما يقدرون يأخذون كونتراست بالسيتي ممكن الأمار يحل بديل عنهم. هذا MRI هذا بدون صبغة وهذا conventional angio هذا conventional يعني إحنا منطين صبغة ومصورين. Notes on some urinary tract disorder. أعتقد محاضرة العمل كانت مرتبة أكثر. إنزين ال بعدين هم ذكرون أخذتكم كل باثولوجي وشلون نشوفها. كنا أخذنا أول شيء الستون وقلنا شلون تنشاف الستون بالإكس راي بالألترا ساوند بالسي تي. زين causes of urinary tract obstruction لما نقول إنه أي tract أي pathway شلون ينسد within the lumen إذا كان ال obstruction within the lumen within the wall أو extrinsic compression. ها شرحت لكم همات بالعملي عن البي و جي obstruction. تذكرون قلنا هو something congenital اللي هو أما defect بالintrinsic muscle أو إنه البي و جي is passed by مثلاً apparent vessel أو something فراح تنسى فراح يصير بي و جي obstruction. زين وقلنا تذكرون إنه قلنا شنو الجريد مالته أما تكون mild أو moderate أو severe. زين على حسب dilatation of Bell's calyci system. فهذه صورة BUJ obstruction. تشوفون اكو بالونينج للبيلفي كاليسيال سيستم. زين واصل هنا وبقيه اليورتر از نورمال. فهي كيس اوف ليفت BUJ obstruction. زين بالنسبه للرينال بارانكيما يعني شنو الاشياء اللي تصير بالرينال بارانكيما؟ التيومر اللي هو هناك مقابله بالعملي اخذنا التيومر وقلت لكم انه التيومرز اللي تصير بالكدنيز او باليورينر تراكت هم نفس الحاله ايضا اكو بناين واكو مالجنت. الموست كومن بناين ليجن اللي يصير بالكدني شنو شنو الرينال سيست؟ عافيه الرينال سيست بالضبط. زين زين الموست كومن مالجننت ليجن اللي يصير باليورينري بلادر ترانزيشنال سيل. صمت احدهم استيقظ من النوم. شنو اوكي التيومر اللي يصير باليورينري بلادر اكو مجال نقول اذا شفنا تيومر باليورينري بلادر بيها مجال نقدم نقول انه هذا بناين على المالجننت لو اول شيء نخلي شنو هو؟ ترانزيشنال سيل كارسينوم. عافيه بالضبط بالضبط انه ونز انه نشوف اكو تيومر باليورينري بلادر اول ديفرنشال نخليه هو الترانزيشنال سيل كارسينوم. اوكي ف بالنسبه لل يعني الترتيب مالتهم انه بالنسبه للكدني الموست كومن ليجن بناين ليجن اللي يصير بها هو السمبل سيست اللي هو قلت لكم اما سوليتري او يكون مالتيبل جزء من سندروم. اوكي زين بالنسبه للايمجينج موداليتيز اللي هي تكشف التيومر الالترا ساوند هو السوبيريور انيشال انفستيجيشن يعني ما نريد نبدي إذا patient suspected tumor أول ما نبدي بالألتراساوند هو superior initial investigation. بعد الألتراساوند ليش يفيدنا بالكدني هي نفسها؟ زين همات شرحت لكم شلون إنه الألتراساوند الدوبلر study of ultrasound شلون إنه هي diagnosis a renal artery stenosis وجبت لكم المثال مال شخص young sorry young patient and hypertension. We suspect what? Then قلتوا انه هو احنا نتوقع انه البيشنت هذا عنده renal artery stenosis. فالدوبلر ستدي دوبلر ultrasound in skillful hand هو الانيشال gold standard diagnosis of renal artery stenosis. ممكن انه نسوي له CTA او MRA اوكي بس بالبدايه الدوبلر ستدي is the initial gold standard investigation.
هذه نفس الكلام، كله نفس الكلام مع العملي كله، عاد الإكتوبيك والهورشو ذا نيل كونجنتال. زين يعني إذا نيشة كان المقسمات أفضل. زين حضرت العملي ذكرتوا هاي محاضرة العملي؟ هذا التيومر congenital anomaly، قلت لكم شلون احنا ندقنز congenital anomaly mostly هي بالاي في يو، ممكن بالاذر موداليتيز، بس هنا هذه سنجل كيدني، سنجل رايت كيدني، هاي اكتوبيك بلبك كيدني، وهذه ذكروا الصوره، هذا شنو؟ هورس شو كيدني، وهذه كوبرا هيد ساين، كوبرا هيد ساين، عفوا يا هي انت زهراء. زهراء ليش كوبرا هيد ساين هاي؟ لا زوزورتر دوبلوكيشن اوف زوزورتر. الكوبرا هيد ساين وين نشوفها؟ نشوفها هنا يورتروسيت، مال يورتروسيت. هسه احنا ما عندنا دايليتيشن، لما اليورتر هسه مو دايليتد، بس ايش بيه؟ دوبلوكيتد. دوبليكيتد عافية، هذه الكوبرا هيد ساين اللي هي وين تصير الكوبرا هيد ساين؟ يورتروسيا. وين تصير؟ يورتروسيا. يورتروسيا العافية. هذا شنو؟ كاشير كيس. هيدرون فروسس. هيدرون فروسس احمد احمد واحمد واحمد رقية هاي case of BUJ obstruction severe degree dilated pelvic calcium system ballooning للcalyces وهنا جاي تشوفون abrupt cuts اليورتر not visualized أو مو dilated by case of BUJ obstruction هاي شنو الcase؟ BUJ obstruction. BUJ obstruction هاي؟ ذاك يورتر ريفلكس. زين إذا BUJ obstruction ليش اليورتر دايليتد؟ إذا مو obstructed البيوجي. هايدرونفروسيس. بزايكا يورتر ريفلكس. بزايكا يورتر ريفلكس بايلاترال بزايكا يورتر ريفلكس. زين هاي محاضرة العمل بس رويتكم إياها حتكون. شوفوا هاي كلها أنا مطيتكم إياها كلها هذه. زين هذه شنو هذه؟ مالينوفايتس. عافية منو؟ أنت علي. منو مام؟ علي غالب. علي؟ غالب. عافية. شنو نسمي هاي الساين؟ سترياتد. شلون؟ سترياتد نفروغرام. سترياتد نفروغرام عافية. زين هذه شنو هذه؟ كلاسيفايد كيدني. اي وين؟ هذا السبوت شنو؟ تبركلوسس. عافية
عافية رينال تيبي عافية كالسيفايد شرنكن رايت كدني ان رينال تيبي. هذه تذكروها؟ هذا شنو الكيس؟ بوليس عفية بوليس السكني ديزيز. هذا راح تتذكروه من بعد. هكون أنا بتذكر ياها محاضرة عم تذكرون هاي الكيس؟ هاي شنو هذا السبوت؟ Classified blood. شلون؟ Classified blood. اي اللي هو؟ بالهيرياسيس. وين؟ بالهرزية. عافية شيستوسومايسيس exactly. هي هاي شغلة محاضرة العمل شغلة مرتبة أكثر من المحاضرة هسه. بس هذه لأنه نظري فهي تصير هيجي. بالعملي كنا أكثر مرتبين. هسه ماكو كلمتين على الأشياء اللي بقية. زين. البلادر هم يعني ماخذينها وحاشين عليها زين حاشتكم عليها بالعملي سوري هاي نفس الكيس نفس الشيء اليورينري بلادر زين ما حاشينا كل شيء هواي عليها فقط ناخذ لنا كلمتين عليها اليورينري بلادر is the most frequent cause هسه لما نريد يعني نوجه بالنا على الباثولوجيز اللي تصير باليورينري بلادر فهي يا اما تروما يا اما تيومر يا اما تروما يا اما تيومر والتيومر مقدم على التروما مقدم على التروما باليورينري بلادر اكمل تيومر ممكن يصير باليورينري بلادر هو من هو؟ هو الترانزيشنال سيل كارسينوما زين هذا بالنسبة للتيومر، بالنسبة للتروما، التروما اليورينري بلادر يصير بها رابتشر. زين في حالات التروما، والرابتشر نوعين، العفو ثلاث أنواع، أما انترا بريتونيال أو اكسترا بريتونيال أو ميكست، أما انترا بريتونيال أو اكسترا بريتونيال أو ميكست يورينري بلادر رابتشر. باي كيس أوف urinary bladder rupture related للتروما. زين حكايتين على البروستيت، البروستيت جلاند طبعا هي جزء تابع لل ممكن يعني ناخذها هنا in a few details. زين احنا بالعاده بالترانس ابدومينال الترا ساوند نشوفها زين ممكن الترانس ركتال ينطي more details زين عن الاوفرول سايز diagnosed relative small masses then and guided biopsy. البروستاتيك كالسيفيكيشن لما يشوفون كالسيفيكيشن داخل البروستيت فهذا يعتبر normal aging finding. bladder outlet obstruction هذا المصطلح bladder outlet obstruction regardless the cause of bladder outflow obstruction اللي راح نشوفه احنا شنو يعني هذا المصطلح بغض النظر عن السبب مالته شنو ممكن نشوف نشوف increased trabeculation and thickening of urinary bladder ممكن diverticular formation بعد ممكن نلقى residual urine both voiding and dilatation of the collecting system هذه diverticular وهنا اكو trabeculation زين نتيجه الاوتفلو obstruction اليورثرا ماخذيها وحاكين عليها وقلنا شلون اندق نزل الاشياء اللي هي ريليتد الها اللي هي بالعاده بالعاده هو ستركتشر يورثرال ستركتشر اللي هو اما يكون تروماتيك او انفكتيف هسه البوست تروماتيك يوجوالي يكون بالبروكسيمال بينايل يورثرا زين ويكون سموث وشورت بينما الانفلامتري زين اكر اني وير زين ويوجوالي بالانتيريور بس يوجوالي الانتيريور يورثرا فهذه كيس اوف تروماتيك يورثرال ستينوسس وهذا case of infective urethral stenosis هذا short وsmooth وهذا لا يكون no يكون relatively longer ويكون شوية irregular كلمتين عن scrotum والtestes
زين الايمجينج مالتهم اكثر شيء موستلي هم نبدي بالالترا ساوند. زين اكثر شيء هو احنا يعني تراكت اور اتنشن السوالينج. زين Doppler ultrasound essential in patient with acute testicular pain and or swelling to distinguish ما بين torsion والinfection. Doppler هو investigation of choice أيضا وين بالباريكوسيل. اكتب هذه بالنسبة للباثولوجيز اللي يصير زين أما تكون infection أو تكون trauma زين أو torsion. بعد الاكتوب التستس أيضا الالتراساوند excellent بها. ليش؟ لأنه الكومن سايت هو الانجوينال كانال اللي هو within the scope of ultrasound. زين هسه الامراي هو النكست ستيب اذا ما حصلنا الاكتوبك تستس باي ultrasound. يعني اذا دورنا بالسونار وما لقيناها ممكن نستخدم الالتراساوند. هاي كيس اوف اكيوت ابيديدمال اوركايتس تكون هيتروجينوس انلارجمنت وانكريز باسكولاريتي. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال طلاب؟